على صعيد النادي الاهلي واخر المستجدات واخر الاخبار فيه وفي فرقه المختلفه وفروعه المختلفه، احنا زميلتنا العزيزه سارة حامد جاهزه دلوقتي عشان تعرفنا على كل هذه الامور. صباح الفل عليك يا سارة، اتفضلي، اهلا بيكي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا في بدايه الاسبوع، ويمكن زي ما انت قلت يا كريم هكون معاكم عشان نقول لكم اهم الاخبار وابرز يعني الامور طبعا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري لفريق النادي الاهلي، ويمكن يعني بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعة بعد مباراة الأهلي وفيوتشر، يمكن طبعا يعني قرر مستر مارسيل كولر انه الفريق يرجع ويستأنف تدريباته مرة أخرى على ملعب مختار التتش استعدادا ليه يعني طبعا بقية المباريات في بطولة الدوري. ويمكن النهاردة الفريق يعني رجع والأول بدأ التجمع الساعة 9 الصبح وبعد كده التدريب بدأ الساعة 10 الصبح على ملعب مختار التتش، ويمكن الفريق يعني بيستعد بشكل قوي عشان المباراة القادمة إن شاء الله أمام فاركو واللي هتكون يعني يوم الثلاث المقبل على أو هتقام يعني ما بين الفرقتين سواء فريق النادي الأهلي أو فريق فاركو على ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية في تمام الساعة 5 مساء، ودي هتكون يوم الثلاث إن شاء الله، ودي الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. بكرة كمان إن شاء الله التدريب هيكون الساعة 12 الظهر، وبعد كده الفريق والجهاز الفني بالكامل هيتجه لمدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق عشان طبعا يعني يدخلوا في اجواء المباراه ويكونوا في حاله تركيز اكتر لمباراه فاركو اللي هتكون يوم الثلاث ان شاء الله. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، وطبعا ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن النهارده ان شاء الله عندهم تدريب الساعه 2 بعد الظهر على صاله امير عبد الله الفيصل عشان بكره ان شاء الله عندهم ثاني مباراه في البست اوف 3 امام نادي الزهور. يمكن اول مباراه من البست اوف 3 كانت يعني من يومين وانتهت بفوز النادي الاهلي بفارق يعني اكبر او اكثر من 40 نقطه على نادي الزهور. بكره ان شاء الله هتكون ثاني مباراه، ولكن هيكون متواجد فيها الكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي بدلا من مستر اوجستي بوش بسبب ان هو يعني لسه في فتره العقوبه من الاتحاد المصري لكره السله ان هو موقوف يعني اول مباريتين في بطوله الدوري. فهيكون متواجد بكره الكابتن احمد الجرحي كمدير فني مع الفريق بكره ان شاء الله في ثاني مباراه من البست اوف 3، ويمكن يعني ان شاء الله في حاله بكره فوز فريق النادي الاهلي الفريق يتاهل بشكل رسمي لدور الثمانيه من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. كمان سيدات كره السله النهارده ان شاء الله عندهم تدريب، ويعني لسه لم يتم تحديد يعني جدول او مواعيد المباريات في بطولة الدوري السوبر لكرة السلة سيدات ويد سيدات. النهاردة إن شاء الله عندهم آخر مباراة مع نادي سلوى الكويتي، ويمكن دي في البطولة الكويت البطولة الودية اللي يمكن بيشارك فيها النادي الأهلي مع العديد من الفرق سواء فريق يعني البحرين البحريني وفريق سلوى الكويتي وكمان فتاة العين الكويتي ومنتخب عمان. يمكن دي كل الفرق اللي يعني مشاركة مع نادي الأهلي في بطولة الكويت الودية. النهاردة إن شاء الله هتكون آخر مباراة في البطولة تكون الساعة 3:30 في الكويت مع نادي سلوى يعني من أحد منظمي البطولة. وبكره ان شاء الله الفريق هيرجع للقاهره، ويوم الثلاث عندهم يعني مباراه مهمه جدا مع نادي الشمس وهتكون يعني في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على ملعب الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي. كمان الطايره رجال النهارده عندهم تدريب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه هتكون الساعه 11 الصبح والفتره المسائيه الساعه 6، وبرده التدريبات دي هتكون على صاله امير عبد الله الفيصل. ويمكن ان شاء الله يعني اول مباراه بالنسبه لرجال كره الطايره طبعا تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. المباراه اول مباراه ليهم هتكون مع نادي ايسترن كومباني وهتكون يوم يعني يوم 24 وهتكون الساعه 4 على صاله نادي سموحه، وبعد كده تاني مباراه هتكون مع نادي سموحه وثالث مباراه هتكون يوم 31 ودي هتكون مع نادي الزمالك على صاله نادي الزمالك في 100 عقبه الساعه 8. ويمكن كل المباريات دي يا كريم وانا هونت يعني خليني اقول لكم ان دي هتكون الدور الاول من بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره. يمكن خلاص الفتره اللي فاتت كانت هي الدور التمهيدي للدوري، المره دي هتكون الدور الاول، واول مباراه ان شاء الله هتكون لنادي الاهلي مع نادي ايسترن كومباني.
ده بالنسبه لرجال كره الطايره. كمان سيدات كره الطايره النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 7 عشان بكره عندهم مباراه مع نادي 6 اكتوبر في صاله او على صاله نادي 6 اكتوبر وهتكون في تمام الساعه 6 مساء ودي الجوله العاشره من بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده خليني كمان اقول لكم انه امبارح يعني ناشئي وناشئات كمان كره السله فازوا ببطوله منطقه القاهره سواء 14 سنه سيدات و14 سنه يعني ولاد فازوا ببطوله منطقه القاهره. ويمكن يعني خليني اقول لكم ان بطوله منطقه القاهره دي بالنسبه للسيدات فازوا على نادي الجزيره بنتيجه 61-55 والولاد فازوا على نادي الجزيره بنتيجه 69-50. ويمكن خليني اقول لكم يعني انه رجال او الولاد يعني الناشئي كره السله تحت قياده الكابتن خالد عياد يمكن قدموا يعني مباراه قويه جدا امام نادي الجزيره امبارح وانتهت بفوز النادي الاهلي. كمان يعني ناشئات بدوا قدموا يعني عرض قوي واداء متميز منهم طوال الفور كوارترز امام نادي الجزيره وانتهت البطوله والفوز ليهم. طبعا يمكن هم فازوا بنفس البطوله دي الموسم اللي فات وفازوا بيها لتاني مره على التوالي. يمكن دي كانت كل اخبار النهارده يا كريم ونهاوند بالنسبه لجميع الفرق الرياضيه وكمان الفريق الاول لكره القدم واستعداداته للمباراه القادمه ان شاء الله امام فاركو في مدينه الاسكندريه. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال والان العوده مره اخرى للاستوديو. لا والله ما فيش اي اسئله انت قلتي يعني ما يكفي ونشكرك على التغطيه دي جزيل الشكر زميلتنا العزيزه سالا حامد.